سلام واهلا وسهلا فيكم في حلقه جديده من الطريق الى كندا. اسئله كثيره عم تسال عن موضوع الهجره والرواتب. كيف الرواتب في كندا؟ قديش بدفعوا للطبيب؟ قديش بدفعوا للمهندس؟ قديش بدفعوا للنجار؟ قديش بدفعوا للحداد؟ في موقع هلا حشرح لكم اياه بشرح بالتفصيل المتوسط للدخل السنوي للأشخاص ذوي الوظائف. خلينا نكمل على موضوع الرواتب. موضوع الرواتب مهم جدا زي ما حكينا. قبل ما ندخل على الموقع بدي أحكي لكم عدة شغلات مهمة للوظائف في كندا. الوظائف نوعين زي ما انتم عارفين، اللي هي او عدة انواع، منها الفول تايم والبارت تايم. اوكي، الفول تايم والبارت تايم. الفول تايم بتكون وقت كامل 40 ساعة بالاسبوع تقريبا، اوكي، والبارت تايم اللي هي اقل من 40 ساعة، بتكون 30-20 ساعة اوكي بالاسبوع. وفي المتعاقد اللي هو الشخص اللي بوقع عقد مع هاي الشركة، بكون عقد له كامل. وفي الكاج لوقت محدد بقولوا له احنا بدنا اياك تسوي لنا هاي الشغلانة، بخلص الشغلانة هاي وانتهى. الآن الموظف اللي بالشركة هاي بكون عنده حوافز، لازم يعرف لما اذا اجاك وظيفة لازم تعرف هاي الحوافز، هل هي داخلة جوا مرتبك ولا هي مخصومة من مرتبك. من هاي التقاعد، التقاعد عادة في كندا كل الموظفين بدفعوا للتقاعد، فبنخصم من راتبك هذا المبلغ، بلس انه في عندك بونسز ممكن تجيك ولا ما بتجيك بونسز على الشغل اللي بتشتغله، خاصة اللي بيشتغلوا شغلات مثل الريال ستيت اللي بيشتغلوا في القروض. عادة بأخذوا بالسيلز بالمبيعات بأخذوا بونسز. البنفتس معظم في كتير من الشركات بتعطيك بنفتس لعلاج الأسنان إلى كل عائلتك، ممكن ما يعطوك فلازم تسأل لعلاج الأسنان، للعيون، للمساج، للعلاج الطبيعي، للأمور هاي، إذا في أحذية طبية، كل هاي الأمور ممكن تكون داخلة جوا البنفتس، لازم تكون عارفها. لازم تعرف الحد الأدنى للأجور في المنطقة اللي أنت فيها، بحيث ما ترضى بأقل من الحد الأدنى للأجور. الحد الأدنى للأجور بتنظمه كل مقاطعة على حدة في كندا، بيبدأ من I think 10.5 دولار في عدد من المقاطعات، وبنتهي في 14-15 دولار حسب المقاطعة. الآن عادة الراتب اللي بيحكوا لك إياه، مثلا بيحكوا لك بدنا نعطيك 60,000 دولار، هو هذا الراتب السنوي. أوكي، 60,000 دولار راتب سنوي. الآن لو بتقسمه على عدد الأشهر 12 شهر مفروض يطلع لك 5,000 دولار بالشهر، بس فعليا بنزل على حسابك في البنك أقل من ذلك، اللي هو نحكي من 30-35% من هذا المبلغ بروح، ما بتشوفه أنت، هذا بروح بدل تقاعد والضريبة اللي بتدفعها، ضريبة الدخل. في نهاية السنة انت بتصرح عن دخلك الضريبي، وبتكتب طبعا في شغلات كتير في ابليكيشن ممكن تروح عند محاسب مختص، وهذا المحاسب بحسب لك قديش لك وقديش عليك، واخر شيء بترفع هذا المستند للحكومة، ويا اما برجعوا لك مبلغ يا اما انت بتكمل الباقي. الان خلينا نروح على الموقع. يعطيكم العافية. أول شيء حكينا بندخل على جوجل نكتب PayScale Canada، راح يطلع لك هذا الموقع PayScale Canada. الأول هذا دعاية مش هو، بتدخل على هذا PayScale Canada أو Canada PayScale، وهون بقول لك شو الوظائف. طبعا ممكن تحكي أنت الجوبس، ممكن تحكي مثلا Nurse Register Nurse، قديش بتأخذ ريجستر نيرس. الافريج تبع ريجستر نيرس بالساعة اورلي حوالي 33 دولار وشوي. هذا في بونس ممكن يطلع عليها، كوميشن 13,000 وبروفيت شيرينج. هذا الاورلي هون بقول لك اقل شيء 10% باخذوا 26، هذا المتوسط، و44 دولار ممكن ياخذوا الى 10% برضه او اكثر.
طبعا هذا بيعتمد على كتير أمور، بس هذا بشكل عام. خلينا نشوف مثلا واحد تاني، مثلا بلومر، دنتست. دنتست بالسنة تقريبا 105,000، هذا ال هذا. وعندك طبعا 10% أقل، وهذا المتوسط، وفي ناس بوصل ل 207,000. خلينا نشوف مثلا وظيفة ثانية، مثلا طباخ. طباخ في المطعم، طباخ في المطعم بالساعة بأخذ 14.5 دولار. أوكي، خلينا نحكي درايفر تراك أو هافي تراكتر درايفر، هدول المقطورات الكبيرة، 22 دولار بالساعة، هذا الأفريج. نحكي مثلا هير ستايلر أو هير دريسر، الحلاق أو المصفف الشعر، 12 دولار و 64 46 سنت بالساعة، هذا المتوسط. هذا هو الموقع، إن شاء الله تكونوا استفدتم منه، ونراكم في حلقات ثانية. أعجبتكم القناة بأمل منكم كلكم تعملوا سبسكرايب لايك كومنت وشير.